ولمن أفشى السلام، ولمن أطعم الطعام، ولمن صلى بالليل والناس قيام. هنيئا لكل من صامت جوارحه عن محارم الله تبارك وتعالى. وخاب وخسر من ضيع هذه الفرصة العظيمة. هنيئا لمن حافظ على حرمة رمضان. وخاب وخسر من جاهر بالإفطار في نهار رمضان. هنيئا لكل من أطاع، لكل من واظب على العبادة، لكل من حافظ على الجماعة، لكل من أخرج زكاة ماله، لكل من أخرج زكاة فطره عنه وعن عياله. أيها الإخوة، أيها الأحبة في الله، نود أن نشدد في هذا اليوم العظيم